حلقة بتكفي ورح ننتقل للفنون والمحطات الثقافية. اليوم وقفتنا مع معرض نحت شهدته جالوري ارت 56، معرض نحت للفنان نعيم دومت، ركز من خلاله على الأجسام البشرية وبتحديد على المرأة. تفاصيل بهالمشاهد. من اللذة للحقيقة تحولت موهبة الفنان نعيم دوميت لأجسام خشبية جميلة تم عرضها بجاليري ارت اون 56 بالجميزة ببيروت، فتصدرت أعماله الأجساد البشرية وبالأخص جسد المرأة اللي نحته بكل دقة وشغف وعمل على إنجاز جميع التفاصيل. مجموعة أنواع من الخشب اشتغلت فيها، مجموعة أشكال كان جسم الإنسان أو الأوجه، يعني هي كانت مجموعة معبرة عن مرحلة مرت فيها من 2005 لل 2013. إلى جانب إتقانه نحت الأجساد، اتجه الفنان نعيم دوميت إلى نحت الأشكال الجيومترية، كما فصل الوجوه البشرية عن الأجساد للدلالة على الازدواجية اللي بيعيشها الإنسان بين العقل والجسد. كيف ما طلعت على شغله، إن كان على صعيد الفيجوراسيون يعني محل المرأة أو الوجوه أو التجريد، عنده إطلالات جديدة دائما، وعنده استمرارية غنية. وبيشتغل على الفيسز، بيعملهم قبل دراسة، فانه شغله كتير دقيق وكتير بياخد وقت وكتير كتير حلو. وعنده كمان شيء له علاقة بالأرشيتك بالعمارة الجسدية، وهذا الشيء يمكن إضافي بزمن ما بعد الحداثة بالنحت. كل منحوتة بتاخد حوالي 6 أشهر شغل، نظراً لدقة العمل ولحرص الفنان لإبراز منحوته بطريقة رائعة ولعدم توفر الخشب دائماً بلبنان. يعني نحن منا بلد خشب نحن، يعني وبتلاقي بدك أحجام بالخشب، السمكيات للخشب بتعطي فيها الشكل اللي عم تشتغل أنت، أكيد بدك طولي كتير ونفسك طويلة تلاقي الخشب بدك إياه أنت، ولا حتى تقدر تأمنيها لحتى تشتغلي فيها.